السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، متابعي قناة فن تربية الطيور. مرحبا بكم إلى حلقة جديدة ودرس جديد، وحلقتنا اليوم تحكي عن سر التعامل مع طيور الكناري لزيادة الإنتاج، وبالإضافة إلى ذلك سر التعامل مع طيور الكناري من أجل تجهيز صحيح وسريع. حكينا بدروس سابقة عن الفيتامينات والمكملات الغذائية الكيميائي، ولكن أخوتنا بسوريا وأخوتنا بالمناطق الأخرى ما عم يحسنوا يتوفر عندهم هذه المكونات أو هذه المكملات. لهذا الأمر رح أقدم لكم اليوم أفضل خلطة باتيه منزلي لزيادة الإنتاج، وأيضا لتحسين أداء الذكور ولتحسين أداء الإناث بإذن الله تعالى. هذه الخلطة مجربة وأنا شخصيا عم استخدمها لطوري، وكل أسبوع بعطيها مرتين. شو هي هاي الخلطة يا أبو النصر؟ خليك معي لنهاية الفيديو. اسمع، راح نحكي أيضا عن طيور مريضة شو بقدم لها أثناء مرضها، وأيضا راح أحكي لكم عن أمراض الانتفاخ أو مرض انتفاخ البطن عند الطائر شو سببه. العلاج معروف، بس أحكي لكم شو سببه. سبب رئيسي 90% ما بيعرف شو هو السبب، و 90% من مقدمي المحتوى ما حد ذكره. اليوم راح أحكي لكم تفاصيل دقيقة وتفاصيل أول مرة بتسمعوها على قناة اليوتيوب. بتمنى الكل يضل معي لنهاية الفيديو، بتمنى اللي ما ضغط على زر اللايك يضغط على زر اللايك، بتمنى من كل أخ وأخت ما اشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس واسمع واحكم بآخر الفيديو. على بركة الله راح أبدأ معاكم أولا بخلطة الباتيه. طبعا خلطة الباتيه أنا بحضرتها سابقا، ها هي خلطة الباتيه، عبارة عن اللهم صل على سيدنا محمد، البيض المسلوق. مو متوفر عندك البيض المسلوق الجزر، مو متوفر عندك مو متوفر عندك البيض المسلوق الدود القبابة، مو متوفر عندك الدود القبابة بيض السمن، مو متوفر عندك بيض السمن. عم بعطيك شغلات خيارات لك انت تستخدمها، بيض السمن، بيض دود قبابة، الباتي، الباتي الجاف. تمام، المكونات بتكون عبارة عن الشوندر الأحمر، الشوندر الأحمر ثانيا، الجزر، الجزر ثالثا، الزعتر الأخضر البري، الزعتر الأخضر البري، توقع من الإضاءة ما رح توضح معنا بشكل جيد، الزعتر الأخضر البري مثل ما هو شايفين، بالإضافة إلى ذلك إلى البروكلي. البروكلي أبو النصر ما عندي بروكلي، بلاها موجودة ضروري نحطها، مو موجودة عندك بلاها. تمام، هذه مكونات رئيسية. المكونات اللي بدها تساهم معي أيضا زيت الزيتون وزيت السمسم، زيت السمسم، زيت الزيتون وزيت السمسم وزيت حبة البركة. طريقة التحضير، طريقة التحضير، أولا نضع لكل 3 معالق من الباتيه، لكل بيضة، لكل معلقتين دود قبابة، لكل بيضتين سمن، نضع جزرتين شوندرة حمراء واحدة صغيرة صغيرة، بالإضافة إلى ذلك قطعة صغيرة من البروكلي، معلقة صغيرة من زيت حبة البركة، معلقة صغيرة من زيت السمسم، ومعلقة صغيرة من زيت الزيتون، ومعلقة صغيرة من الزعتر الأخضر. هذه المكونات ما راح احكي لكم شو فيها فوائد عشان ما اطول الفيديو، هذه المكونات جميعها من افضل واقوى خلطات باتيه مقدمه للطيور لزياده الانتاج وتحسين اداء الذكور وتحسين اداء الاناث في عمليه الانتاج، واعطائك طائر حقيقه بقوه ومناعه قوي. تمام، هاي هي المكونات لخلطة الباتيه، وهي طريقة التحضير. طريقة التقديم تقدم مرتين في الأسبوع، للطيور المريضة لا تقدم، للطيور المريضة لا تقدم، بقية الطيور تقدم في الأسبوع مرتين. الطيور مرحلة الراحة مرة، الطيور مرحلة الغيار مرة، الطيور بالأسبوع، الطيور بمرحلة التجهيز مرتين، الطيور عند فراغ كل يوم ما بنحط زيوت، كل يوم نفس الترتيبة هاي بس ما بنحط الزيوت. تمام لهون؟ تمام. هلا بدي اجي معاكم لموضوع الطيور المريضة. على سبيل المثال لدي طائر مريض، طائر مريض. بشكل عام أسباب المرض عند الطيور، واحد التغذية.
لما حكيت انا من فتره سابقه انه انا بقدم نطوره خضراء بشكل يومي، في ناس كتير طلعت بعبع انه ما بيصير بسبب اسهال من كتر الطيور ما عم تاكل بالطبيعه من الاوراق الورقيه على طول مزربه وهي طايره. تقديم الورقيات للطائر على الشكل التالي: انا ما بيجي لعند الطير وبمسك ورقه مثل هاي وبعطيها بالقفص ياكلها، انا بيجي لعند الطير بمسك الورقه بهذا الشكل وقصها هي بعطيه قطعه صغيره قطعه صغيره. ليش؟ الخضره الخضار للطائر اولا مانعه للانتفاخات، ثانيا مانعه لعسر الهضم، حلقه سابقه مانعه لعسر الهضم، يعني كل يوم صيف شتاء ربيع خريف انا بقدم لطائري قطعه صغيره من الخضره بشكل يومي، والافضل تكون في فتره الصباح الباكر. يعني لما بدك تفيق تروح على شغلك تقطع قطعه صغيره من الخس، قطعه صغيره من الجرجير، قطعه صغيره من اللهم صل على سيدنا محمد من البروكلي، اي نوع من انواع الخضره المتوفر لديك تقوم على قطعه صغيره وتقديمها للطائر. بهالطريقه هاي بضل في عندي انا مرونه في القانصه ومرونه في الامعاء وعدم تسبب للطائر الامساك او الاسهال. ليش؟ الاسهال منين بيجيني؟ بيجيني لما بيكون الطائر مريض بالميجا بكتيريا او بالكوكسيديا او بالعرق الازرق، تمام؟ فالطائر السبب لهذا الامر قله المناعه. لما بكون انا اعطيه للطائر خضره كالهندباء البري، كما اعطيه خضره كالزعتر الاخضر الفريش، اعطيه خضره كجميع المقويات ورافع المناعه، بهالطريقه هي انا بكون عبده عن طائري صح، وبهالطريقه هي ما راح يصير في عندي الاسهال. الامر الثاني الامساك سبب وعسر الهضم. هلا اول شغله لازم تركز عليها نوعيه البذور المقدمه للطائر، نوعيه البذور اللي اقدمها لطائرك اهم شيء في عمليه حمايه طائرك من المرض. لو قدم له انا بذور صحيحه ما راح يمرض طيري. الامر الثاني الخضره. ليش؟ لما انا عم بعطيه على طول بشكل مستمر بذور 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 بذور، طيب هاي البذور بشكل مستمر بشكل يومي شيء ناشف شيء قاسي، هاي القانصه وهي الامعاء تحتاج الى مواد طريه، تحتاج الى شيء يساعدها على عمليه الهضم، تساعدها على عمليه الافرازات، تمام؟ فهي الخضره اول شغله راح تساهم معي في عمليه التجهيز جرجير، بروكلي، جزر، اللهم صل على سيدنا محمد، خس، قطعه خيار صغيره، قطعه كوسه صغيره، هاي كلياتها بتساهم معي في التجهيز، قطع صغيره، ما انا عم بحكيك تقدم لطائرك كميه كبيره تغنيه عن البذور. تغنيه عن البذور، هي سبب رئيسي للامراض واولها الانتفاخات وثانيها عسر الهضم عند الطيور بالحلقه السابقه تكلمت عنه. بتمنى هالحلقه تكون نالت اعجابكم، بتمنى تكون مختصره ومفيده، اي سؤال او اي استفسار اكتب لي اياه بالتعليقات، رابط صفحتي بالتيك توك راح احط لكم اياه بالوصف، بالاضافه الى ذلك رابط صفحتي بالفيسبوك راح احط لكم اياه بالوصف، اي سؤال او اي استفسار اكتبه بتعليقات تبع الفيسبوك، تفوت لعندي على الفيسبوك تكتب لي تعليق في الصفحه، ما برد على الخاص فضلا وليس امرا، الرد بيكون عبر التعليقات حتى الكل يستفيد وانا استفيد ايضا. وبهذا القدر نكتفي معكم بهذه الفيديو، اتمنى ان يكون نال اعجابكم، لايك وشير واشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.